أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص التقدير للمستشار الألماني أولاف شولتس، مشيدا بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره، والذي ينعكس في التزامها السياسي على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي. وخلال كلمته في افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرغ للمناخ، أشار الرئيس السيسي بتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة. أود أن أعرب عن خالص التقدير للمستشار أولاف شولتس المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، وأن أشيد بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره، والذي ينعكس في التزامها السياسي على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة. ولعل خير دليل على ذلك هو اجتماعنا اليوم في إطار حوار بيترسبرغ، هو المحفل الذي أصبح على مدار السنوات الماضية إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد مؤتمر أطراف تغير المناخ، لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ ولحشد التوافق الدولي على المستوى السياسي حول الموضوعات المختلفة التي يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف.